أنا قشران كشمرك، 29 سنة وأنا حياتي متعلقة في لعبة الشطرنج. حصلت على أكثر من 140 بطولة حواري يعني، وبطولتين رسمية في الديرة. كل صباح لازم أفتح ريقي على هذه اللعبة ولا مرتاح، أحس إن يومي ناقص، وفي كل مرة ألعب فيها أحس كأني في موعد رسمي لازم أجهز له كامل أناقتي. فين القطع؟ حياتي، حياتي هنا في القطع، فين راحت؟ أنا محترف ولا أرضى بأي شيء، أنا ما أرضى إلا بقطعة الشطرنج المناسبة جدا للعبة هذه، في إن شاء الله نحصل القطع المناسبة، وأنا متفائل إن كلهم بيكونون قطع مناسبة، واللي بيكون غير مناسب بقول له اطلع، أنت في المرحلة الخطرة أنا محتاجك، أنت نمنيه؟ مشي على العيال في مرحلة الخطر نمنيه؟ رسالتي للمتسابقين هي دعوة، وكل المتسابقين يدرون أن الكلام هذا اللي أنا أقوله أنه من قلب، أن الله يوفقهم إن شاء الله ويسر لهم كل أمر، وأن الله يجعلهم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، وأنا بإذن الله أني حتى لو طلعت اليوم أني بكون داعم لهم كلهم اللي موجودين في القرية. والخيرة ما ندري شو عاد شو الخيرة فيه، يعني لا تحب ولا تكره، لعل تكره شيئا وهو خير لكم، يمكن حنا كارهين الطلعة، يمكن الطلعة أخير لنا من جلوسنا في القرية. أول ما تحصل ثلاثة من عيال جارك ادخل من عندهم وروح هناك، أنت نومني في مرحلة الخطر، يلا حبيبي. والله أنا لازم أعيش الإحساس هذا عشان أقدر أوصيهم، لكن اللي أقدر أقول لهم الآن صلى أن الله يوفقكم ويسر أمركم، والله الله برصدتكم، والله الله بريالتي، والله الله بكل ما تملكونه، لأنه لا سرت في موقفي ما ينفع والله الندم. موفقين خير يا عيال.